السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. كوكتيل اليوم فيه حليب، فيه خوخ، فيه موز، فيه مشمش، والعسل اختياري إذا كانت الفواكه حامضة. هذا عسل طبيعي، نقطع هاد الفواكه إلى قطع صغيرة ثم نضعها في هاد البلندر، نزيد عليها الحليب، من بعد نسكبوها في هاد الكؤوس. هذا كوكتيل بارد منعش. ها هو القوام نتاعه، اللي بغى يخففه يزيد الحليب. راهو في الاخير العصير اللي تحصلنا عليه او الكوكتيل، ثلاث انواع من الفواكه زائد حليب. جربوه، منعش وطبيعي. جربوه، تشربوه بالصحه والسلامه.